أيضا وأيضا من الجرح نفسه اللي بينزف دم وفخر عن أبطال من بلادي بزمن ندرت فيه البطولات، أيضا عن الشهداء ب 17 تموز 2006 إسرائيل تقصف مركزا للجيش اللبناني في منطقة العبد الشمالية، ومن بين هؤلاء الشهداء الذين سقطوا يومها المعاون أنطوان الخولي. رنا الخولي أرملت الشهيد أنطوان. مساء الخير رنا. مساء النور. بعد 8 سنوات الجرح هو نفسه؟ أكيد. أو الجرح بيختم كرمال الأولاد، كرمال الوطن، كرمال الأم؟ كأنه هلأ، لأنه مع كل جرح جديد، مع كل مصيبة جديدة بتصير، الجرح بيغمق أكتر، الأسئلة بتصير أصعب، ومع كل شغلة بتصير بحياتك ما بتقدر تعرف لها، ما بتقدر تعملها لحالك، مع كل دقيقة ولد من أولادك بيطلب منك شيء مش عم تقدر تعمله، مع كل ما عم بيكبروا وهمهم عم تكبر عم توقف، عم يرجح الجرح يفتح كأنه هلأ بعده ميت ما بيلحم. أي أسئلة بيسألوك إياها الأولاد بتقولي لهم ما عندي جواب؟ إني ما فيني على طول إني مثل دور البي، مش عم بقدر وقتها بكتير أمور بيحتاج، خاصة إنه مثل الصبي بيحتاج كتير أمور، إنه قد ما كانت عاملة واجباتي كاملة بيحتاج إنه بي يكون حده. بقول يا ماما أنا ماني قادرة، يا ماما أنا تعبت لأني حملت الهم بكير كتير. لما بتشوف اليوم الوطن، لما بتشوف قدي عم بيروح شهداء بالوطن، بتقولي لشو استشهد؟ لشو؟ ايه اكيد عم بقول لشو، لانه هلا انا قلي 8 سنين وحضرتها الى شهر وحضرتها الى سنه، ما تغير شيء بلبنان، يعني دمه راح هيك، يعني انا لو انه دمه، انا اول وحده كنت بحرب تموز، لو دمه ما راح، لو يعني استفادوا منه بلبنان ما كنت زعلت، كنت هلا مربي ابني احلى تربيه، يمكن كبلد كنت ما بخاف عليه ليكبر، يا ماما ابني كتير بحب مثلا، بلي يا ماما بدي يطلع ضابط، ما بخاف انه ابني اذا فات يسيبوا شيء، اكيد كنت بكون مبسوطه، بس هلا لا ماني مبسوطه، لان راح بداله ميات، يعني كانه هو دمه راح هيك. يوم ولادك بدهم يقولوا لك بدي فوت على السلك العسكري، بدي انتمي للجيش اللبناني، بدي يتماهى مع صورة البطل بيو. ايه ولادي اثنيناتهم عم بيطلبوا زيت الطلب. بنتي شاكي عم تحلم تدرس هاي السنتين اللي جايين، بتقلي يا ماما انا ما بدي شيء الا فوت على الدولة. وجوجو زيت الشيء كان قبل هو صغير يقول له يا بابا انا حلمي اني اعمل سيارات، جيب سيارات، اعمل. بعد ما توفى بيو بقول له يا ماما شو حلمك؟ بقول لي حلمي يا ماما اني روح اعمل ضابط وتشوفي حالك فيني، وأقدر يمكن عوضك عن الأشياء اللي أنت مرقت فيها. مع كل مرحلة عم بيكبروا فيها أولادك، 8 سنوات قطعت، الأولاد لما يكبروا بتصير الأسئلة أصعب على الأولاد، بصير الفراغ ببين أكتر للأولاد؟ أكيد هني وصغار أرحم بكتير. أدي أعمارهم كان لما استشهد؟ 3 و4 سنين، البنت 4 والصبي 3، كان أهون من هلأ. هلأ أسألتهم أكيد أصعب صارت، صار هو محتاج بي يكون حده، وهي محتاجة كمان بي يكون حده يحميها من كل شيء. الله يرحم زوجك البطل.